هواوي نوفا 12 اس وخمس نقط عجبتني بالجهاز. اول شيء اللون ازرق ولا لافندر؟ ازرق ضد التصميم ولوجو نوفا اللي بيرمز للشباب، صبي وبنت. اخف هاتف بستعمله هاي السنه والسنه اللي قبلها واللي قبلها، 168 جرام بس. 168 يعني اثنين من غير اجهزه مع بعض، يعني هذاك الجهاز. الهاتف جاي بثلاث الوان، ازرق وابيض واسود. شاشه 6.7 انش بتدعم 1.7 بليون لون. اوليد سكرين مع ريفرش ريت 120 هرتز. كاميرا السيلفي 60 ميجا بكسل مع الترا وايد، والكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل اللي راح تعطيك صور رائعه بالضوء النهاري وبالضوء الليلي. بطاريه 4500 ملي امبير وشاحن 66 واط اللي بتكفلك انه الهاتف راح يكون يضاين معك يوم كامل او يضاين معك يعني الشباب وصبايا. وبس معلومات اكثر رح تعرفوها بالمراجعه الكامله. هلا في بعد عندي النوفا 12 اي، هذا لحاله بعد شوي يعني بكره او بعد. نوفا 12 اس في كود خصم يا جماعه على مستر تيك، اذا حابين تطلبوه بيطلع لكم خصم يعني هديه من مستر تيك. بس ما تجربوا هذا الشيء بالبيت، ما بنكسر.